هذا وتتميز القرية التراثية بالعديد من الأماكن والملامح التاريخية العريقة. نعم، بيت الشعر أحد الأماكن التي تحتضنها القرية التراثية في سبيل إطلاع الزوار والمهتمين على تفاصيل من ألفوا حياة البداوة بملامحها البسيطة الراسخة في الأذهان. بمجرد رؤيتنا لهذه المشاهد سنشعر وكأننا في البادية، في صحرائها الشاسعة وحياتها البسيطة، إلا أن الواقع يخبرنا أننا في القرية التراثية. أمام بيت الشعر، أنا مريم حميد وبرفقة كاميرا مركز الأخبار سنعرفكم على حكاية هذا المكان العريق. يقول الحارث بن عباد قربا مربط النعامة مني، يقول الله سبحانه وتعالى وعدهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ويقول هني مربط الفرس فنبتديها بالمربط. احنا موضوعنا الآن جزء من عاداتنا وتقاليدنا، وكذلك كانوا أهلنا أول يعزبون في البر، فحبيت أن نعرض بعض الأمور اللي ممكن أن في كثير من الناس من البحرين ما يعرفونها وهي موجودة. بيت الشعر فكانوا أهلنا يعزبون عندهم سواء الدور اللي في البر أو بيت الشعر، وخصوصا في المقانيص، وكذلك عندنا العنة، وكثير من الناس اللي ما يعرف العنة وهي معروفة، هي من الأعشاب المنطقة، وكذلك الإبل العمانيات، فمن عليها الإشداد وعليها الأخزام، وكذلك عندنا الخيل البحرينية، وكذلك تدريب شبابنا وعيالنا وكوادرنا الصغيرة على العرضة، وعرضة البحرين أخص عرضة البحرين. بيت الشعر عرف أنه الحامي لأهل البادية ورفيق الدرب في حلهم وترحالهم لسهولة بنائه وسرعة هدمه، كما يعد مصدر الدفء والأمان، وعادة ما يجتمع فيه الأحبة والأقارب وتحل فيه المشاكل وترجع الحقوق إلى أهلها. وطبعا في القسم الخاص فينا في القرية التراثية شفنا إقبال كبير من الناس اللي يبون يشوفون بيت الشعر ويبون يشوفون الخيل البحرينية والهجن الأصيل اللي عندنا في البحرين. طبعا في ناس ما يعرفون أن هذه الأمور إلى الآن موجودة في البحرين، ولكن بفضل الله ثم بفضل جلالة الملك والمهتمين في مملكة البحرين حافظنا على هذه العادات وحافظنا على هذه الخيل، وعندنا أيضا صناعة الجاعد اللي نستخدمه سواء حق الأرض ونحطها تحت في بيت الشعر أو حق الناقة. القرية التراثية هي مكان قديم، مكان حلو، ناس جمهور وايد، والطبل والسيوف والسلق والنوق والخيل كلها عرضات، يعني طبل مثلا ونرزف ونركب النوق والخيل ونمشي السلق، يعني وايد أشياء حلوة. يعني أشكر قرية التراثية. هذا العرضة سلك أجدادنا، وهي إن شاء الله بنحافظ عليها. لقد كان بيت الشعر وما زال واحدا من أهم عناصر الحياة البدوية، وخلال فترة ترحال البدو شكل بيت الشعر موطنا ومأوى. أما في الفترة الحديثة التي استقر فيها الإنسان اعتبر بيت الشعر أيقونة معبرة عن الهوية البدوية. اللي مروا في الممرات اللي احنا نسميها أساسا الدواعيس، يعني دمعتهم انزلت على خدهم، يعني يمكن احنا تأثرنا من تأثرهم، هم ان انتم عيشتون زمن فات ورجعتونا بالذاكرة حق التاريخ القديم. مبروك وزارة شؤون الإعلام على النجاح، وإن شاء الله من أعلى لأعلى. صراحة القرية تستاهل الكل يزورها، لأنها تحكي عن الزمن الحلو والزمن الجميل، وكل ما في القرية يذكرنا بالماضي، وإحنا نحث على المحافظة على التراث وعلى العادات والتقاليد والتمسك بها.